والفخر والغلبة وإظهار الفضل على الناس. فاتقوا الله عباد الله، وابتعدوا عن أذية عباد الله المؤمنين، وعليكم بالتواضع وحفظ اللسان وجميع الجوارح عما حرم الله عليكم، واحذروا مجالس السفهاء والفساق، فإنهم يكسبونكم من أخلاقهم السيئة من حيث لا تشعرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم.